طيب، عايز انصح الاب والام. احنا اليومين دول يومين امتحانات والعيال مضغوطين، واحنا عندنا ميراث نفسي انه الثانويه العامه زمان، الثانويه العامه بتاعت على ايامي اصعب 30 مره من الثانويه العامه بتاعت دلوقتي. بس الجيل بتاعي اللي هو اولاده دلوقتي الثانويه العامه مصدرين القلق والرعب للعيال. بماذا ننصح السادة الكرام أولياء الأمور؟ أنصح اللي أنت شفته واللي احنا مرينا بيه بلاش نصدره لولادنا. يعني هي إيه العبرة؟ العبرة بالدرجة ولا العبرة بأن ابني هيكون متفوق في الفيلد اللي هو حبه؟ يعني العبرة إيه؟ مش هحقق خلينا أحلامي في الواد. لا طبعا ما ينفعش. أنا كان نفسي أطلع دكتور وما دخلتش، فأنت هتطلع دكتور غصب عنك. ما تسيب ما ينفعش. فاول حاجه ان انا اقول له انت، انا معاك، انا بساعدك، احنا شوف عايز ايه ونعمله. مبدئيا نقول في عيد جاي وهنذبح وهنخرج وهنروح عند جدتي وتيتا. خلاص اليوم الاولاني ده احنا فري خالص، ما فيش حاجه اسمها مذاكره. وبعد كده يلا اليوم اللي بعديه عشان تبتدي بقى الدنيا نايمه خالص، نقفل الموبايلات، مش عايزين دوشه، ويا جماعه ما فيش زيارات النهارده عشان خاطر ولادنا عندهم امتحانات. يبقى الكلام واضح علشان خاطر العيد يمر بسلام والولاد يبقوا نفسيا مرتاحين. صح. فده اهم حاجه انك انت هيئ نفسك وهيئ الاسره اللي حواليك سكوت، ومش كل دوشه. عملت ايه في امتحان الفرنساوي والامتحان اللغات كان لسه موجود، هي عملت ايه؟ خلاص اللي اتعمل اتعمل، خلاص دان. انا خرجت من اللجنه ما بداش اراجع، انتهى الموضوع خلاص. يعني مش هتروح اللجنه تكتب تاني او خلاص. شوف بقى الماده اللي بعديها، ده اهم. تصفي ذهنك، والام تاخد الكتب خلاص اركنيها على جنب وهيئي جو ان انت داخل في ماده جديده ولذيذه، ودي حلوه جدا وانا كنت بحبها من زمان، وهي اصلا ما كانتش بتدرسها اساسا بس انا بحبها بالزبط. جدا واسمع انها تحفه، ويلا انا طب قول لي فيها ايه وكده. يعني تبقى بتساعده، وكمان الاب نفس القصه علشان خاطر ما يبقاش في ضغط بره وجوه. يا جماعه ما ينفعش. يعني ده بيفكرني اصلي بالمسلسل بتاع بالطو، ان هو كان نفسه يطلع دكتور فقرر انه يلبس الطفل الصغير البلطو الابيض ويجيب له سماعه علقها له على كتافه وبتاع. ما سيب الولد. صحيح بعد كده اثبت كفاءه في اخر المسلسل، لكن احنا بنضغط على الولاد اكتر مما ينبغي. يعني انت ما حققتش حلمك، سيبه هو يحقق حلمه. لا هو بيخليه حلو هو نفسه عايز يحققه ويلبسه هو، هو مش حابه، يمكن اصلا يكون مش ناجح فيه. كتير جدا يعني يحيى الفخراني او ناس كتيره من المجتمع خدت شهاده دكتوراه او دكتور لقب، لكن ما اشتغلش بالمهنه دي. اصبح الدكتور يحيى فنان عظيم جدا وما اتخرجش من فن المسرحيه. او ليه؟ لانه انا ضيعت وقت طويل قوي كطبيب، ومهنه هي مهنه جميله ومربحه وثوابها حلو جدا، بس انا ما كنتش ناولها اصلا، فما جهزتلهاش، ما كنتش عارف قدراتي. هنتمنى يعني احنا نرجع تاني بامتحان القدرات ونبقى فيه 30%. يا ريت عشان حق العاده لدي ان انا ابقى داخل وانا حابب الجزء ده، مش بس امتحان قدرات ارسم او حاجه المواد اللي هي لا، قدرات 30% دي بيبقى 70% على الاسئله الاكاديميه و30% فعلا امتحان قدرات، زي السعوديه زي البلاد كتيره جدا عامله كده. ببقى داخل وانا جاهز، وبرضه في سنه تحضيريه في الكليه، في سنه كامله تحضيريه، انا ما باخدش اي مواد كامله مع بعضها اسمي متخصص في كذا، لا ده انا باخد سنه كامله انا بشوف نفسي جاهز في ايه، وبعد كده السنه اللي بعديها خلاص انا جبت المجموع ده بالقدرات دي بالدرجات دي، بجمع السكور وابتدي اخش خلاص انت جاهز على هنا علوم هندسه طب. فرق كبير.